بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. هذه رسالة إلى الأشخاص الذين يدعمون رقاة الخرافة والدجل ظنا منهم أنهم يفعلون الخير، ظنا منهم أنهم ينشرون الخير. يدعمون أولئك الرقاة الذين يحاورون الشياطين، شياطين الجن، بحجة أنهم يدعونهم إلى الإسلام، وبحجة أنهم يدعونهم كما دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإنس إلى الإسلام لعلهم يهتدوا، ويطلبون منهم أن يصلحوا ما أفسدوا، ويطلبون منهم أن يبطلوا الأسحار. وهذا فعل الكهنة، لو رجعوا إلى العلماء لعلموا بأن هذا الفعل يفعله الكهنة. ويدعمون أولئك الناس الذين يستعينون بالجن، يسألونهم عن مكان السحر وعن الساحر وعن مادة السحر، ويستخدمون الجن في العلاج. يدعمون أولئك الرقاة الذين يرقوا عن طريق اللايف وعن طريق التيك توك واليوتيوب وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الهاتف، وظنا منهم أنهم يفعلون الخير ويدعمون فرقات شرعيين. ولو رجعوا إلى العلماء لبينوا لهم بأنهم يلعبون بهم ويلعبون بالرقية، وحرفوا الرقية عن مسارها الصحيح، وأبعدوا الناس عن الرقية بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، أبعدوا الناس عن رقية جبريل عليه الصلاة والسلام، وعن رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن رقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يدعمون أولئك الناس الذين يرقوا برقية الهداية ورقية التعطيل التي لا أصل لها، لا في كتاب ولا في سنة ولا عند صحابي، بل أفتى العلماء بعدم جوازها لأنها محدثة بدعة. يدعمون أولئك الرقاة الذين يدعو إلى التبخير ويدعون إلى استعمال المسك لطرد الشياطين، وما عندهم في ذلك أدلة، ما عندهم أدلة، لأن الأمر غيبي، وهذا الأمر الغيبي لا نستطيع أن نتكلم فيه أو نثبت فيه أمرا إلا بدليل من الشارع الحكيم. لكن للأسف الناس يدعمون اليوم في الشعوذة والدجل، ويتركون الرقاة الشرعيين الذين يوجهون الناس إلى رقية جبريل ورقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى رقية السلف الذين ينصحون الناس ولا يغشون الناس. يدعمون أولئك الرقاة الذين يدعون بأن لهم رفقة صالحة، وفي الحقيقة هم مع شياطين الجن يستعينون بالجن. يدعمون أولئك الرقاة الذين يدعون بأن هناك طائفة تسمى طائفة الزهرية وعندها دم خاص. هؤلاء الذين يدعون إلى الشرك ووسائل الشرك والعياذ بالله، ويقولون بأن الشيطان هو من رسم تلك الخطوط الموجودة في هذا الإنسان الزهري، يعني أدخلوا في خلق الله وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى الجن، وجعلوا الجن يخلقون مع خلق الله في الرحم، ويخلقون تلك الخيوط الموجودة في الجلد والعياذ بالله. وقد تكلمنا في هذه النقطة وفصلناها في قناتنا في اليوتيوب الراقي أبو عائشة وجويري الأثر الجزائري، وجئنا بأحاديث صحيحة بأن الذي يقوم بخلق الشعر والجلد واللحم والعظم هو ذاك الملك الذي أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، فلا دخل للشياطين ولا دخل للجن في هذا الأمر. يدعمون أولئك الرقاة، رقاة الخرافة والدجل، الذين يدعون بالسحر الموروث وسحر السلالة من أجل أكل أموال الناس بالباطل. تجد أناس يدعمون الشعوذة ويدعمون التنجيم والكهانة ويدعمون الدجل، سواء علموا أم لم يعلموا، شعروا أم لم يشعروا،
ولكن سيؤثمون لأنهم لم يبحثوا عن الحق، لم يبحثوا عن الحق من مصادره الصحيحة، ألا وهي فتاوى الأئمة والعلماء الأجلاء، وفتاواهم مكتوبة وموجودة في اليوتيوب مسموعة، فهم لا يرجعون إلى العلماء، يبقوا مع رقاة الخرافة والدجل بالدعم، وينشرون على ظهورهم الدجل والكهانة، فيأخذون الوزر بدل ما يأخذون الحسنات. للأسف الشديد، بدل ما يدعموا الدعاة الذين يحذرون من الكهانة والدجل، ويحذرون من الشعوذة، ويحذرون من رقاة الخرافة والعرافة ورقاة الشعوذة والشعبذة، تجدهم يدعمون رقاة الكهانة والدجل، يدعمون أولئك المشعوذين والسحرة والمنجمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نصيحتي لكم يا أيها الداعمون، إنكم تدعمون أناس تأخذون على ظهورهم السيئات، تأخذون على ظهورهم الوزر، تأخذون على ظهورهم الإثم، لأنكم تشاركونهم في نشر الكهانة والدجل. ارجعوا إلى فتاوى العلماء لكي تعلمون أنتم مع من، مع رقاة شرعيين أم رقاة الكهانة والدجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.